حسين الحضري فيها فرصة، فيها تقدم وتسديده في الجول. اللحظات الأخيرة هي من جاءت بالهدف الأول في المباراة لمصلحة ظفار، بعدما كنا نتحدث بأنها الفرصة الأخيرة لنادي صنعاء إذا ما أراد أن يذهب إلى استراحة ما بين الشوطين بالتقدم بهدف، لكن ظفار استغل الوضع وبهجمة مرتدة انطلق فيها عبد الله فواز، جاءت الزيادة العددية المتابعة ظهرت من جانب اللاعب اللي واضح أمامك اللاعب علي سالم. لعبة على أحمد مانع قد يبدو فيها تسلل، لكن علي سالم لا يوجد في موقف التسلل، وبالتالي جاء الهدف وظفار الآن يتقدم بالهدف الأول في المباراة. إذا ظفار يتقدم بالهدف الأول